الأرنب البارع، حكاية من تراث الهنود الحمر. كان يا مكان في قديم الزمان جفاف رهيب، وقد نضبت على أثره جميع الأنهار والآبار، ولم يكن بمقدور أحد الحصول على قطرة من الماء. إذا لم نفعل شيئا ستموت جميع الحيوانات من شدة العطش. نعم، هل من فكرة تنقذ الموقف؟ كانت وطأة العطش شديدة على الجاموس، وهو يخاطب الآخرين طالبا إليهم إنقاذ الموقف. ماذا نفعل؟ وفي هذه اللحظة أقبل أرنب بارع إليهم. ما رأيكم بحفر بئر؟ خذوا بنصيحتي، يوجد الكثير من الماء الصافي والنقي في جوف الأرض. فعلاً، أنا أؤيد الأرنب برأيه، لقد شاهدت من الإنسان وهم يخرجون الماء من جوف الأرض. وبعد نقاش طويل بدأت الحيوانات في حفر البئر، وشاركت جميع الحيوانات حتى الشرسة منها في عملية الحفر، وعمل الجميع عدا الأرنب. أيها الأرنب تعال وساعدنا. كلا، لن أحفر ولا أريد أن تتسخ بروتي. إذن لن تشرب من الماء الذي سنحصل عليه. أنت احفر وأنا سأشرب هذا الرائع. وعندما أشرفت الشمس على المغيب عثرت الحيوانات على الماء. وفي صباح اليوم الثاني اجتمعت الحيوانات، وكانت شديدة الانفعال عندما عثرت على آثار أقدام الأرنب قرب البئر. لقد انفعلت، لأنها عندما طلبت من الأرنب المساهمة في حفر البئر رفض ذلك مستهجنا العمل. لذلك قررت الحيوانات أن تتناوب في حراسة البئر ليلا، ووقع الاختيار هذه الليلة على الثعبان. ترا لا 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 لا. لقد نجح الأرنب في الحصول على الماء، وذلك لليلتين على التوالي. وفي الليلة اللاحقة أعطيت الحراسة لثعلب ذكي. تمكن الأرنب من خداع الآخرين ولكنه لن يخدعني. وملأ الثعلب أذنيه بالجوز، وذلك لكي لا يسمع الأرنب. وهكذا تمكن الأرنب في الليلة الثالثة من أن يملأ معدته بالماء. آه آه آه
مليئا بالحقد والغضب ذهب الثعلب لسرقة بعض القار، وبعد أن جلبه صنع منه دمية سوداء ووضع على رأسها قبعة. ولكن هل ستخيف مثل هذه الدمية الصغيرة أرنبا ذكيا كأرنبنا؟ لقد حان وقت الحصول على الماء. هناك حارس غريب الأطوار، إنه إنسان. ربما ذهبت الحيوانات الغبية إلى الإنسان وطلبت منه المساعدة. نعم. رائع، سيكون سهلا هذه المرة. وغنى الأرنب أغنية جميلة. بالطبع لم تهتم الدمية لأنها مصنوعة من القار. وقرر الأرنب أن ينوم الطفل. بالطبع لم تتأثر الدمية بألاعيب الأرنب، واغتاظ الأرنب وقفز إلى اليمين والشمال، ومن شدة غضب الأرنب اندفع إلى الدمية محاولا السيطرة على انفعاله وقال: مرحبا. وانحنى بأدب، وبالطبع تجاهلت الدمية الأرنب ولم تهتم به كليا. لماذا لا ترد علي؟ يا لسماجة أخلاقك. وبالطبع لم تجبه الدمية. حسنا، سوف ألقنك درسا، انتظر. ارفع قبعتك هيا. وبالطبع تجاهلته الدمية. أيها الغبي، أنت تستحق الضرب. خذ. اترك يدي، اترك يدي. أي أي، سأضربك. أي أي، اترك يدي، سأركلك بقدمي. دعني دعني الآن، دعني ولا أركلتك. أي 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 أي، قدمي قدمي، سوف أعطم جسمك، سوف أعطمك. أي أي، إنك عنيد. اتركني اتركني اتركني. أي 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 أي، اتركني. لقد نجحت خطة الثعلب. لقد وقعت في المصيدة أيها البارع، سوف أنتقم منك لسرقتك الماء. ماذا نفعل به؟ هل نقطع رأسه؟ ولكن الأرنب لم يهتم وقال: فكرة رائعة، كنت دائما أتمنى أن يقطع رأسي، تصدقون ذلك؟ هيا افعلوا بسرعة. هيا. استغربت الحيوانات من جواب الأرنب، وقال الثعلب: حسناً، سوف نحرقك. تحرقوني؟ أنا سعيد، سعيد جداً، هيا احرقوني. لم يكونوا حكماء، وقال الثعلب: عندي فكرة، لنحبسه في كهف ونطعمه حتى ينتفخ، وبعد ذلك نأخذه إلى قمة منحدر عال ونرميه. لا لا لا، تفعلوا ذلك، افعلوا أي شيء إلا ذلك، أرجوكم لا تفعلوا. كان المفروض أن يكون الأرنب البارع قد غضب لما يفعلونه به، ولكن لا يبدو عليه ذلك. نجحت الخطة. هيا قل أيها الأرنب، قل. لا لا. وحان اليوم الذي سمن فيه الأرنب، وتقرر رميه من أعلى المرتفع. الأرنب السمين كان ثقيلا إلى درجة أنه أتعب حامليه، واستعد الجميع لرميه من الأعلى بكل ما أوتوا من قوة. حسنا، إلى اللقاء، أتمنى لكم حظا سعيدا، إلى اللقاء. وعندما رمت الحيوانات الأرنب من الأعلى إلى الأسفل كانت تتوقع موته، ولكن الأرنب السمين لم يصب بأذى. إلى اللقاء. Huh?
واستمر الأرنب بالقفز حتى ابتعد كثيرا. ترى هل تعرفون ماذا حدث له؟